جاي اليوم مع كل الناس لحتى تقول انه بعدنا مكملين 10 سنين ما ملينا وما لنا ندمانين لا على الحريه ولا على الكرامه. مطلبنا واحد، راس النظام بشار الاسد، محاكمته محاكمه دوليه، وراح نضل مكملين لحتى نقول لا للظلم، لا للطغيان، لا للديكتاتوريه. جينا لنجدد العهد بإسقاط نظام الطاغي بشار الأسد بعد 10 سنين بدأنا فيها الأمرين، لساتنا ثابتين على مبادئنا وإن شاء الله رجعتنا قريبة على بلادنا. يا عرب انصفونا يا غرب اسمعونا.